بكده خلصنا اخبارنا. لكن زي ما احنا بنتابع نجومنا في العصر الحالي لازم نكون عندنا وفاء، وهو ده النادي الاهلي. وفاء ان يكون عندنا نجوم حققوا انجازات كبيره تاريخيه لمصر والنادي الاهلي، بس ما كانش عندهم اضواء، ما كانوش متواجدين في الساحه. في الوقت ده حققوا فعلا حاجات كبيره للنادي الاهلي. يعني عندنا بطله كابتن كبير، حققت لعبه طايره سله يد العاب قوه ما شاء الله عليها، كابتن 70 سنه مواليد 49، حققت انجازات كتيره، شاركت في دوره الالعاب في الاولمبيه ميونخ 72، وبطله، وكان جوه النادي الاهلي كل النادي الاهلي يعرفه، ولغايه وقتنا هذا كل النادي الاهلي يعرفها. لكن لازم نعرف ابطالنا الكبار دول اللي حققوا انجازات، ويعني في وقت مهم جدا قبل كده، وحققوا وهم جزء من تاريخ النادي، بنديهم للجمهور ونعرفهم للجمهور بشكل مختلف. بتمتلك 10 ارقام عربيه افريقيه في مسابقات العدو 100 200 400 800 ما شاء الله عليها، وكمان 1500. اعتزلت سنه 85، اعتزلت داخل استاد مختار التتش في النادي الاهلي، كانت اعتزال كبير. انا شخصيا كنت لسه صغير كده وحضرت يعني ماتش تكريمها او مباراه تكريمها في النادي الاهلي. خلينا نقول ان هي اول مدربه تحترف، لاعبه ومدربه تحترف في نادي في الخليج، نادي الفحيل الكويتي. هسيبكم مع نجمتنا كابتن امينه محمود، هي يعني فعلا كابتن كبير، عملت تاريخ في النادي الاهلي، جزء من تاريخ النادي الاهلي. خلينا نختم بيها، تستمتعوا معاها. هسيبكم تشوفوا نجمه كبيره كابتن امينه محمود، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله في العاب الصالات. أنا اسمي أمينة محمود محمد، أصلا من قرية اسمها أمهان مركز أويسنا منوفية، اتولدت هناك في 15 نوفمبر 49، واتنقلنا القاهرة، دخلت المدارس العادية، مدرسة الفريدية الإعدادية، وبعدين مدرسة 11 شبرا الإعدادية، وبعدين شبرا الثانوية، وبعدين الدولة كرمتني وادتني شقة في مدلة زغلي، عبد الناصر اداني شقة هدية في مدلة زغلي اللي احنا مقيمين فيها دلوقتي. كانت المدرسه بتاعتي كانت بطلة مصر في الجري، كانت اسمها أبلة ناهد يحيى، كانت طول النهار في المدرسه بشورت وفانلة وبتتمرن وكده. على فكره انا كنت شقيه جدا وانا صغيره يعني، فكنا بنروح الصبح نلعب حجله، نلعب كوره، نلعب اي حاجه، كنت انا 8 سنين يعني. ففي يوم اتخانقت او اختلفت انا وبنت من البنات اللي بنلعب مع بعض على ليكي بيت مركز بيت، مسكتها ضربتها. فراحت اشتكت من أبلة ناهد يحيى اللي هي بطلة الجري دي. فجت قبل انها تمسكني عشان تعاقبني، جريت منها، جريت في الحوش، حوشنا كان كبير قوي، اجري وهي تجري ورايا انها تقدر تمسكني، ما عرفتش تمسكني. قالت لي خلاص تعالى اتمرني معانا العاب قوه. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني ايه العاب قوه، انا اعرف العاب قوه دي يعني شيل حديد واثقال وكده. قلت لها انا ما اعرفش اشيل حديد، قالت لا العاب القوه اللي هي الجري والوثب والرمي، فهمتني يعني. قلت لها ماشي، بدات اتمرن معاها في المدرسه، وكنا بنتمرن في المدرسه في خلال النهار، وبعد الدور اتمرن في نادي اسمه النادي اليوناني اللي هو حاليا نادي اسكو اللي في شبرا. بس وجت بطوله المدارس، اشتركت في بطوله المدارس، طلعت الاولى على كل مدارس مصر. فكان موجود في البطوله دي من حظي الحلو الكابتن احمد الخادم اللي هو المدربي الاصلي، وطلب مني في النادي الاهلي، طلب مني ان انا اروح النادي الاهلي. فبقيت اروح، قعدت شهر اروح، كل يوم اروح يقول لي اقعد في المدرج، كل ما اروح يقول لي اقعد في المدرج. شهر بعد الشهر مليت من قعدي في المدرج دي، قلت خلاص مش راحه تاني. بعدها باسبوع كده ماشيه في شارع شبرا مكان سكني يعني، لقيت كابتن احمد الخادم ده في وشي. انت يا بت انت ما بتجيش التمرين ليه؟ قلت له ما كل ما اجي تقول لي اقعدي في المدرج. قال لي لا تيجي النهارده، تيجي بكره التمرين. قلت له ما هو ابويا مش عايز يديني التعريف، كنا بنركب بتعريف اتوبيس 100 ده رايح جاي يديك تذكرتين. ابويا مش عايز يديني التعريف اركب بيه، فقال لي خلاص خد ادي جنيه اهو تعالي بيه. تعالي بيه. المهم خدت منه الجنيه، طبعا جنيه كان ثروه بالنسبه لي يعني. ورحت ثاني يوم، رحت لقيته بيقول لي اقعدي في المدرج. فطلعت المدرج برده كده، كان في تجارب، عاملين تجارب للبنات مسافرين بنت تركيا واليونان. كان في خمس بنات بتجري، تراك النادي الاهلي ده كان ست حارات. في خمس بنات بيجروا في خمس حارات، وفي حاره فاضيه. فانا من فوق
ندهت عليها كابتن يا كابتن على فكره العيال بتوعك دول اكسبهم، العيال دول من ضمنهم مدرستي. فقالت تكسبيهم؟ قلت له اكسبهم. قال لي والله لو كسبتهم لا تسافر انت وهم لا، تعالي. ما استنيتش الف بقى من المدرج واطلع اروح الملعب، نطيت من المدرج للملعب ونزلت كسبتهم. وفعلا انا اللي سافرت تركيا، لان الكلام ده كان سنه 60. انا كملت طبعا اساس العاب القوه لغايه سنه 66. لغايه 66 كنت صاحبه ارقام مصر كلها 100 و200 و400 و800 و1500 و100 حواجز ووزن طويل وجله ورم وخماسي. كان 10 ارقام باسمي، يعني مقفله ارقام مصر كلها باسمي. كل طبعا كل مسابقه ليها قصه، يعني ان انا اشتركت فيها ازاي. المهم بعد كده كابتن سيد امين مدرب الهاندبول كان عنده ماتشات في لعيبه كانت في مصر اسمها كليليا. كليليا دي ما حدش كان بيقدر عليها خالص، كانت هي ملكه الهاندبول وملكه الباسكتبول في مصر. فقال لي تعالى احنا محتاجين واحده سريعه تمسك لنا كليليا دي. قلت له ماشي. قعدت اتمرن معاه كده شهر جاي، وجي ماتش الاهلي وهليوبلس في نادي هليوبلس. اشتركت معاهم في اول تلت ساعه الماتش، طبعا الشوط نص ساعه. تلت ساعه هليوبلس ده كليليا ما خدتش كوره، ما شافتش كوره خالص. كل كوره خدها قطعها وارميها لهم البنات يضيعوها او يجيبوا جون مثلا او حاجه. من بعد تلت ساعه انا خلاص زهقت بقى ان انا باخد الكوره اديها لهم. بدات اخد انا الكوره واعمل دريبل واخش احط جون وارجع امسك كليليا. المهم طلعنا من الماتش ده احنا كسبانين 30-1. حتى انا في ال 30 من 30 جول دول 25 جول. والله بطولات كتير، بس احسنهم طبعا الدوري الاولمبيه ميونخ 72، مع اننا ما لعبناش يعني، او يعني شاركنا كده وما لعبناش، لان اتقتل 11 اسرائيلي. والله يرحمه الدكتور، الله يديله الصحه، الدكتور عبد العزيز الشافعي كان رئيس البعثه، مهندس عبد العزيز الشافعي كان سحبنا من الملعب. فرجعنا، دي كانت احسن بطوله يعني. طبعا اشتركت بطولات افريقيا، بطولات عربيه، بطولات بحر ابيض، دوره اولمبيه، بطولات عالم. اشتركت في كل البطولات دي، لقاءات ثنائيه، دايما كان بيبقى عندنا لقاءات ثنائيه بين مصر وبلغاريا، مصر وتركيا، مصر واليونان، حاجات زي كده. كل البطولات دي الحمد لله كنت بشارك فيها وباخد مراكز اولى يعني. ده بالنسبه لالعاب القوه. بالنسبه للباسكت بول انا اشتركت في 3 دورات افريقيه كره السله الحمد لله، بطوله في الجزائر، وبطوله في مصر هنا في استاد اسكندريه، وبطوله في تونس. والحمد لله في الثلاث بطولات كنت باخد احسن لعبه في افريقيا. وفي الهاند بول كذلك اشتركت في بطولة افريقيا في تونس اللي اتقتل، اللي مات فيها الله يرحمه كمال بخيت. وبرضه خدنا الحمد لله اول. واشتركت في بطولة افريقية في الجزائر برضه خدت اول وخدنا احسن لعبة. بالنسبة للطايرة انا ما لعبتش في نادي، انا لعبت في المنتخب على طول. ما لعبتش في نادي. اختارني الكابتن الله يرحمه عبد الحميد الوكيل، كان هو مدرب منتخب مصر اللي هو كان وكيل، كان وزير الرياضة. وقتها كان ضابط شرطه يعني، وهو اختارني على طول في منتخب مصر. كنا بنتمرن في كليه التربيه الرياضيه، واشتركت معاه في بطوله افريقيا في كره السله، والحمد لله خدت اول. طبعا الجيل بتاعي الله يرحمها كابتن ناديه شريف، كابتن ناديه الزمر، كابتن عفاف موافي، كابتن اميره، كانت دي كانت لاعبه سعوديه بس كانت لاعبه هايله يعني، الله يمسيها بالخير، كابتن عزه، نسيم، أميمة نسيم، كل دول جيل يعني. ده في الهاندبول. في العاب القوة كابتن علي سرور، كابتن طبعا ناديه الشريف كان برضه معانا في العاب القوة. في كرة السلة كابتن وفاء صلاح الدين، عبلة صلاح الدين، ناديه فانكس، كل دول الجيل بتاعي. أخدت أوسمة من جمال عبد الناصر، ومن ضمن التكريمات اللي خدتها من الرئيس جمال عبد الناصر شقة في ميدان زغلي هدية من جمال عبد الناصر اللي انا مقيمه فيها حاليا. خدت وسام، ده وسام الجمهوريه من الدرجه الثالثه، خدت وسام من الرئيس حسني مبارك، خدت وسام من رئيس السادات. الحمد لله يعني مكرمه. لعبتي الاساسيه العاب قوه، وبعدين خدوني في الهاندبول كره اليد فتره، مش فتره، ممتده لغايه ما اعتزلت. وبعد كده جم الباسكت برضو خدوني عشان العب معاهم باسكت، خدت احسن لعبه في افريقيا باسكت كذا مره مش مره واحده. وبعدين خدوني في الكره الثانيه مع المنتخب مع الكابتن عبد الحميد الوكيل، وبرده خدت احسن لعبه في افريقيا. بس لعبتي الاساسيه طبعا هي كره اليد، العاب القوه، اللعبه الاساسيه بتاعتي العاب القوه، وهي اللي خلتني متشعبه في الالعاب الثانيه، او هي اللي اهلتني ان انا ابقى بطل في الالعاب الثانيه وبحصل في الالعاب الثانيه.
دايما اي لعبه في الدنيا محتاجه قوه وسرعه ومرونه، والعاب القوه هي بتديك الثلاث حاجات دول اللي هم يأهلوك لاي لعبه. طبعا انا كمان على فكره انا اول محترفه لاول لعيبه محترفه احترفت في نادي الفاحل في الكويت، احترفت كلاعبه وكمدربه، وكان زميل ولاعب ومدربه العاب قوه، لعبت سله وطير سله والعاب قوه في نادي الفاحيل، احترفت هناك كنت بدرب وبلعب في الكويت. بقى مرنت نادي الفاحيل ومرنت منتخب الكويت ومرنت منتخب فلسطين، منتخب فلسطين ده لفيت بيه العالم يعني، بقى كل بطوله انت عارف منتخب فلسطين ده بيدعى في كل البطولات، فبقيت انا المسؤول عنهم، سافرت معاهم من الهند وباكستان وايران وهنا في مصر والسعوديه والاردن والجزائر وتونس والسنغال، سافرت معاهم سفريات كتير جدا يعني. دربت هنا في الاهلي فتره كده وبعدين تعاقدت مع نادي الزهور، دربت هناك حاليا نادي الزهور. زمان كنا يعني ما كانش فيه لا امكانيات ولا بنشتغل بامكانياتنا احنا يعني، قدرتك انت وخلاص، ولدرجه ان عبد الناصر في يوم قال للفريق مرتجي يا مرتجي ما تاكل العيال دي، فبقوا يطلعوا لنا وجبه في النادي الاهلي كل يوم، وكنا دي كانت من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا كل يوم نيجي التمرين عشان ناخد الوجبه، لان ما كانش في امكانيات. طبعا دلوقتي الحمد لله في امكانيات، في فلوس، بس للاسف ما فيش لعيب يعني، ما فيش لعيبه لان المغريات الحياه اكتر من اللعب يعني. اللعيبه او اللاعب عايز يتجوز، عايز يتفسح، عايز يروح، عايز يجي، ما مش بيحب التمرين مع ان بياخدوا فلوس كتير يعني، بس المغريات الحياة أكتر من طبعا أنا أنصح أي رياضي وأي حد عايز يلعب ألعاب قوة أو يلعب رياضة عامة، أولا الالتزام، المواظبة على التمرين، سماع كمان لكلام المدرب، مشاركة في بطولات، أي بطولة يشارك فيها، لأن كل بطولة بتزيده بيتعلم حاجة فيها جديدة بتزيده يعني الالتزام أهم حاجة. أنا حققت في حياتي بطولات كتير جدا، شاركت في بطولات عالم، شاركت في بطولات بحر أبيض، خدت أول بحر أبيض، خدت بطولات افريقيا كلها، بس اهم بطوله كان نفسي اعمل فيها حاجه الدوره الاولمبيه اللي هي في ميونخ اللي انسحبنا منها بسبب العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين. والله كل مواقف النادي الاهلي معايا طيبه، اخرها اجراء عمليه في ركبتي، عاملين العمليه بتاعت المفصل الركبه، طبعا انا كان جالي كسر قبلها بشويه في جنوب افريقيا، عملوا لي شرايح ومسامير هناك. بالنسبه للكابتن محمود الخطيب طبعا انا بشكره شكر لا حدود له، بيطلع لي معاش شهري وبيرعوني، وبروح طبعا بعمل علاج طبيعي هنا في وحده الطب الرياضي على حساب النادي، علما بان انا بدرب بره النادي. الاهلي واقف معايا الحمد لله، الاهلي واقف معايا واقفه كويسه، وعلما بان انا بدرب في نادي الزهور مدير فني نادي الزهور، وبرده بكرر شكر للنادي الاهلي وشكر لمجلس الاداره كامل وشكر على رئيسهم كابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي ما بينساش ولاده يعني، النادي الاهلي دايما بيراعي ولاده سواء في الكبر او في الصغر، فأرجو أن كنتوا تحافظوا على هذا الإنجاز يعني، تزودوه عشان ربنا يديكوا أكتر. وطبعاً أنا بشكر النادي كله، بشكر محمد مرجان مدير المهذب المحترم، بشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبشكر مجلس الإدارة كله. ده أنا بنت النادي الأهلي، طبعاً سعيدة جداً أن أنا موجودة في النادي الأهلي، لأن أنا بنت من بنات النادي الأهلي، لعبت من 60 ل 88 في النادي الأهلي يعني، لعبت من أنا بعد اعتزالي بثلاث سنين كنت باجي من الكويت العب على حسابي وارجع يعني، كنت باجي وانا لعيبه محترفه في الكويت ما كانوش بيبعتوا لي تذكره، كنت انا باجي على حسابي العب بطولات القاهره وبطولات الجمهوريه وارجع على حسابي، وطبعا كنت ببقى جايه سعيده جدا ان انا هلعب باسم النادي الاهلي. والله قناه النادي الاهلي كل الشكر وكل الاحترام بيها، وعلى راسها كابتن محمد العدل والاخت العزيزه مدام عزه ولحضرتك كابتن شريف، وبشكر جميع الناس المصورين والمعدين والمونتاج، وبشكر كل الناس. جمهور النادي الاهلي هو حياه النادي الاهلي، او هو اللي بيرفع النادي الاهلي، فارجو من جمهور النادي الاهلي انه يعني ايه يحافظ على هذا الحب، ان هو تنهم يحبوا النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يديهم المردود بتاعه.